الفريقان الأفضل في المسابقة يتواجهان وجه لوجه في نهائي الكأس. ننتظر الكثير في هذا اللقاء وسنكون على الموعد في تغطية متميزة. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم، هنا ملعب لوسيل ومعكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم نلتقي لمتابعة نهائي بطولة كأس العالم. المونديال يصل الى محطته النهائية، محطة الاحتفالات ورفع الألقاب. هنا مباراة تلعب على كل شيء، هنا مباراة من اجل التاريخ، من اجل المجد والذهب، هنا مباراة ستشهد على تاريخ ونسجله بالتأكيد وندونه ونستمتع بهذه الأجواء الرائعة والمباراة الكبيرة. تونس في مواجهة فرنسا، الكل متحمس اليوم، لما لا؟ وهذا اليوم الكبير الذي وصلنا فيه إلى النهائي طبيعي أن يكون فيه من الترقب وأن يكون فيه من الضغوطات وأن يكون فيه من الحماس في المدرجات، كلها أمور طبيعية جدا. نحن هنا نتحدث عن نهائي أكبر مسابقة في كرة القدم، اليوم نهائي المونديال وليس مجرد نهائي عادي. وهذه هي التشكيلة الأساسية، واللعب سيكون بخطة 3-4-3. وهذه هي تشكيلة منتخب فرنسا. هيوغو لوريس يشغل مركز حراسة المرمى، رافائيل فاران سيلعب إلى جانب أوباميكانو في خط الدفاع، كيليان مبابي سيبدأ مع عثمان ديبلي على الأجنحة، وفي الأمام لدينا أوليفييه جيرو. ومع ضربة بداية الشوط الأول لنهائي المونديال، إذا منتخب فرنسا هذه فرصة خطيرة. يا رب، مستحيل، الكرة في المرمى، كرة في المرمى، هدف أول في نهائي البطولة من نصيب نصوري قرطاج. الله على المنتخب التونسي. نتابع الهدف مرة أخرى الذي بدأ بهذه التمريرة البينية المميزة، وفي موقف الواحد على واحد لا يمكن المغامرة بضياع الفرصة، وتسديدة قوية لا تصد ولا ترد. يعود اللعب من جديد، فرنسا متأخرة بهدف الآن، فهل يكون هناك ردة فعل؟ تدخل ناجح لاستعادة الكرة، ضغط متقدم، فرصة خطيرة. أوهو، راحت الفرصة. كم ممكن ينهي الأمور؟ كم ممكن يجعل فريق متقدم بهدفين؟ فرصة كانت سهلة لكنه أضاعها، وقد يندم كثيرا على هذه الكرة. الخطورة تتواصل، الله على استخلاص الكرة. الكرة إلى خارج الملعب، رمية تماس، وهبي خزري، كرة هدف في هذه اللحظات. لا تمر، لا تمر، حارس المرمى ينجح في التصدي. تنفذ الضربة ركنية باتجاه دفاع ممتاز، توقع
توقيت مثالي. الضغط العالي ناجح هنا، والآن ممكن أن تأتي الفرصة. أوه، هدف تعزيز التقدم يأتي، يقتربون أكثر فأكثر في هذا النهائي. يا لها من أجواء، يا لها من إثارة، نهائي من نار حتى الآن. نتابع الهدف في الإعادة، مجهود فردي ممتاز، مهارة عالية في الإنهاء أمام المرمى والكرة في الشباك. عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. بكرة بينية يكسر الخط الخلفي. الكرة في القائم. لا، بيقطع التمريرة قبل ما تشكل خطورة. والأفضلية تمنح لمنتخب فرنسا. كرة هدف محقق، ولا أصدق بأنها لم تدخل. يجب على الفريق أن يشكر العارضة على تدخلها ومنعها لهذا الهدف. مع هذه المحاولة يمكن أن تتبدل الأمور. المساحة أمامه في هذه اللحظات، وبخسره. مستحيلة هذه الكرة، تصدي من لوريس، فرصة من مسافة قريبة جدا على المرمى. بينفذ الركنية، والاعتراض هنا يوقف الخطورة. كرة داخل المنطقة. تدخل رائع هنا، يحسم الموقف ويوقف الخطورة. واضح لديه ثقة في التقدم إلى الأمام. تشتيت الكرة لتخرج إلى ضربة زاوية. يلعب للكرة الوسط 18، لم ينتج عنها أي خطورة. ضغط جيد واستعادة الكرة وفرصة لهم. الكرة في المرمى، فعلوها، سجلوها في الشباك الكرة. الله على هذه النهاية. نشوف الهدف من جديد. خطأ كبير كان في إبعاد الكرة عن مناطق الخطر لتستمر الخطورة ويأتي الهدف. كان عليه بأن يركز في إبعاد الكرة بعيدا حتى تنتهي الخطورة، لكن فشل في هذه المهمة، تسبب في الهدف، وعليه أن يتحمل المسؤولية. أعتقد بأن هذه المباراة انتهت في شوطها الأول، لأن فارق الأهداف صار كبير في هذا اللقاء. على الخطورة. كرة الهاتريك كان كابوس لحارس المرمى، رقم كبير ويريد كسر مزيد من الأرقام. يوسع به الفارق، نتيجة ثقيلة جدا، 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة. الجماهير تطالب بالتصويت. كرة جديدة تحرك الشباك، نتيجة عريضة وأهداف كثيرة تعبر عن القوة الهجومية الجبارة. نشوف الهدف مرة أخرى، واللمسة البينية الجميلة، والنهاية اللي كان سهل جدا بالتأكيد لأنه قريب من المرمى ومتمركز بشكل سليم.
خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها. بيعدي فيها، بمر بيعدي، اوهو ضاعت الفرصة. تسديدة قوية مرت قريبة من المرمى، كانت تحتاج إلى دقة أكثر في اللقطة الماضية من هذا المكان القريب. ضغط عالي لاستخلاص الكرة بشكل مبكر. فرنسا تسيطر على الكرة الآن. يا سلام على التمريرة، والكرة في المرمى الخالي بدون دفاع، لا حارس مرمى، الكرة تتهادى للمرمى وتحرك الشباك. هزيمة كبيرة جدا، 6 أهداف مقابل لا شيء، نصف درسا، نتيجة من المستحيل تعويضها. غريزمان، وفي هذه الأثناء تأتي الصافرة وتنهي الشوط الأول من ملعب لوسيل. والآن نعود إلى أرض الملعب مع ضربة بداية الشوط الثاني من نهائي كأس العالم. جميلة الكرة البينية، يا سلام على النظرة، مستحيل. مع كل هدف يسجل تشعر بأن هناك حاجة لتسجيل المزيد، متى سيتوقفون؟ شوف الإعادة من جديد، يا سلام على التمريرة البينية. وفي موقف الواحد على واحد لا يمكن المغامرة بضياع الفرصة، وتسديدة قوية لا تصد ولا ترد. مباراة كانت من جانب واحد، فرق الأهداف كبير وراح يكون من الصعب تعويضها. كبيرة في هذه اللقطة، شوف اعتراض الكرة، كرة بتخرج إلى ركنية، محاولة استعراضية يدفع ثمنها الفريق وتروح بعيدة جدا عن المرمى. تاكلينج ممتاز، يدخل إلى عمق الملعب. يا رب، فعلها مرة أخرى، سجل لثاني مرة اليوم، يقدم مباراة كبيرة ويحلم بالهاتريك الآن. شوف إعادة الهدف، مرور جميل من المدافع ومن مسافة قريبة من المرمى، يعني بأن الهدف مضمون هنا. المباراة في اتجاه واحد، من جانب واحد، النتيجة عريضة حتى لو من الصعب تعويضها. عند الفرصة، يتصدى لوريس، الخطورة مستمرة، هدف يأتي.
نشوف في الإعادة حارس المرمى كان قريب، لكن هذه اللقطة انتهت بهذا الهدف الغريب. الآن أصبح الفارق كبيرا بين الفريقين، ولا أعتقد بأن هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. وهبي خزري، أوهو تسلل قريب جدا. تبديل الآن يحدث في المنتخب الفرنسي. تدخل ممتاز هنا، بر فيها، انطلق فيها، راح. مستحيل، الكرة في المرمى في هذه اللحظات. الله على الكرة، على إبداع، على نهاية. يا سلام على الكرة في المرمى. مجهود فردي، مرور، خذ الكرة، عدى فيها، مر فيها، لا أحد يستطيع إيقافه. وضع الكرة بكل ثقة في الشباك، هدف في منتهى الروعة. نتيجة توضح لك حالة المباراة. شوف التفاوت الكبير في المستوى بين الفريقين في مباراة اليوم. يا الله، كرة في المرمى. نشوف الهدف مرة أخرى، واللمسة البينية الجميلة، والنهاية اللي كان سهل جدا بالتأكيد لأنه قريب من المرمى ومتمركز بشكل سليم. المباراة واضح في طريق واحد، الفارق كبير في النتيجة. تمكن هنا ونجح في استعادة الكرة. هذه فرصة هدف، فرصة ما زالت قائمة في الشباك الخالية. هدف بكل سهولة، هدية بالتأكيد مقبولة. المرمى خالي تماماً، اللاعب يضع الكرة في الشباك بدون معاناة. أين الدفاع من هذا الموقف؟ والحارس هنا. النتيجة عريضة أعزائي المشاهدين، شاهدنا فريق يسجل وفريق آخر يستقبل الأهداف. تدخل وكرة تبعد، الآن فرصة حقيقية للتسجيل. يفعلها مرة أخرى ويسجل. ثنائية في رصيده في هذا اللقاء، ويفكر في المزيد. نشوف الإعادة والهدف. خطأ قاتل من اللاعب في مكان لا يمكن أن ترتكب فيه أي أخطاء، لا مجال للتصحيح، العقاب سيكون فوري دائما. الفارق الفني كبير جدا بين الفريقين في مباراة اليوم، واضح أن المباراة تنتهي. افتكاك رائع للكرة وإيقاف هذه المحاولة. شو اللي ممكن تسويه حكمة المباراة في هذا التوقيت؟ تحرك الآن ممتاز من اللاعبين باتجاه الأمام. عرضية في وسط البوكس الآن. والآن وصلنا لنهاية الخطورة في هذه اللحظات. 9 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة.
تدخل ناجح في استعادة الكرة. انظر إلى البينية الحاسمة هنا. يا رب، هذا لا يحدث كل يوم. هدف من عالم آخر، هدف مستحيل. كرة قدم بكل مهارة، بكل روعة، بكل إبداع. نشوف الهدف من جديد، شوف اللعبة الجميلة، شوف الإنهاء المميز للكرة في المرمى، فنيات عالية في تسديد هذه الكرة بالطريقة اللي تعرف باسم الرابونة. لا يستطيع على تنفيذها إلا الكبار، ولا يسجل منها إلا النخبة فقط. لحظات أخيرة نشاهدها، النتيجة من الصعب بل من المستحيل أن تتغير في هذا التوقيت. إمكانية للتسديد، ربما هذه ليست الطريقة الأمثل للتسديد، راحت بعيدة جدا. موقف صعب مع الضغوطات على حامل الكرة. ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. تدخل واستخلاص لكرة خطيرة. خطأ لمصلحة المنتخب الفرنسي. خمس دقائق مشاهدينا تضاف إلى وقت المباراة كوقت بديل. تشاوميني، تدخل، بيعدي وبيمر بالكرة. الخطورة مستمرة. خلاص انطلقت الصافرة، انتهت الحكاية. يا لها من لحظات هنا بعد نهائي كأس العالم. بطل العالم لمدة 4 سنوات قادمة. يا له من إنجاز. الله على لقطة ولحظات عودتنا دائما على فائز ومنتصر، لكنها فرصة ربما لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر. مبروك من الأعمار. فرحة هستيرية مشاهدينا الآن، الكل سعيد بالصعود إلى منصة التتويج. هذه منصة تتويج كأس العالم وليست بطولة عادية. هناك الملايين تحلم بالمشاركة في كأس العالم، فما بالك بالوصول إلى هذه المنصة والاحتفال بالتتويج. هذا حلم للكثير لكنه الآن حقيقة، يجب الاستمتاع بها في كل لحظة. هذه الكأس الغالية أتت باستحقاق كبير بعد جهد وتعب وعرق. هذا الانتصار سيسجل في كتب التاريخ، وهذه المشاهد ستحفر في ذاكرة اللاعبين ولن تمحى منها. مبروك من الأعمار، هذه الفرحة لكل هذه الجماهير.